اقول للدكتوره منى مينا انت فخر وشرف لكل المصريين، اقول للدكتوره منى مينا ان مش الموقف ده بس اللي هيثبت وطنيتك او مصريتك، لا دكتوره منى مينا من اول يوم في الثوره لحد ما انا قاعد مع حضرتك دلوقتي ليها مواقف تحسب لها، لغيرتها على بلدها، لغيرتها على اهل بلدها، هي نموذج مشرف للست المصريه المحترمه. وانا اعلن تضامني الكامل مع الدكتوره منى مينا كهيثم فوده مصاب ثوره، وحابب ان انا اقول لها دكتوره منى، يا دكتوره منى كملي في اللي انت فيه، انت حد محترم واحنا كلنا واثقين فيكي، ويا دكتوره منى انت مثال مشرف لينا، واحنا بنفتخر ان احنا يعني في حياتنا دكتوره زي دكتوره منى مينا بتحب البلد ديت، بتخاف عليها، مش منتظره اي مصلحه من اي حد، كل همها ان هي تشوف بلدها واهل بلدها في سلام وفي خير وفي صحه جيده.